نمضي إلى موضوع التصعيد الخطابي الأخير بين المنظمة الشغيلة اتحاد عامة الشغل والسلطة. تعرف أن السلطة تم الاحتفاظ برئيس أو كاتب عام نقابة خصوصية، وكذلك تمت إحالة الكاتب العام لجامعة النقل ومساعده و14 نقابيا على فرقة مكافحة الإجرام في بن عروس. في مقابل ذلك بدأ الاتحاد عام الشغل بالتحشيد جهويا ووطنيا، وربما ذكروا أنه ثم هناك سلسلة من الإضرابات القطاعية والوطنية. لهنا نريد رأيكم أنتم في ائتلاف الكرامة. اتحاد الشغل وصحيفته الناطقة باسمي تحدث عن حرب مشتعلة ضد الاتحاد، لأي حد الاتحاد مستهدف أستاذ زياد في هذه الوضعية في الفترة الأخيرة من السلطة كما تقول بيانات الاتحاد وكلماتهم؟ يعني هو للأسف هذا دليل على أنه اتحاد الشغل يعني بالرغم عراقة يعني التاريخ متاعه، وبالرغم أنه لديه عناصر سياسية، هو تقريبا اتحاد الشغل ليس منظمة شغيلة. اتحاد الشغل في تونس وهذا المكتب هو تقريبا حزب سياسي وطني بالأساس، يعني يساري ينتمي للوطن. كان من المفروض أن يكون لديهم يعني قراءة استشرافية على الوضع في تونس، وأنه ولشخصية قيس سعيد، لأنه قيس سعيد كان واضح من قبل الانقلاب أنه إنسان يرفض الآخر، وإنسان لا يقبل العمل الجماعي، بدليل أنه اتحاد الشغل قدم له مبادرة قبل الانقلاب ورفضها قيس سعيد. إذا ولكن أين قصر النظر للاتحاد الشغل؟ أنه ظن أنه قيس سعيد سيقوم بانقلاب على السلطة التشريعية وعلى إرادة الشعب، ثم سيقدم السلطة على طبق من ذهب إلى كل من ساعده في هذا الانقلاب، واللي أنا سميتهم تقريبا تياسة الانقلاب، لأنهم عملوا بالمجان داخل البرلمان وخارج البرلمان، وهيئوا الأجواء للانقلاب، وظنوا في من ظنوا بغبائهم أنهم سيحصلون على الأقل الحد الأدنى من كعكة السلطة، على غرار آل عبد، على غرار عبير موسي، على غرار اتحاد الشغل. اتحاد الشغل كان من المزمرين يوم 25 جويلية، ومن الشامتين في نواب البرلمان وفي السلطة التشريعية، وظنوا أنهم ارتاحوا من حركة النهضة وارتاحوا من ائتلاف الكرامة. بياناتهم الأخيرة تحدث عن ضرورة احترام الحريات النقابية وحرية العمل السياسي. فاني جاب باش نوصل لك لهذا، ولكن هذا ضروري باش نوصل لك لهذه الجملة ذيك. خليك في الصورة زياد، نعرف طبعا، يعطيك الصحة. ولكن أنا اش قلت لك، هما كانوا سعيدين جدا وكانوا شركاء، وأنا دائما أقول أن اتحاد الشغل لم يكن داعم فقط للانقلاب، وإنما كان شريك في الانقلاب. وهذا أصلا بعض من قيادات اتحاد الشغل وبعض من أعضاء المكتب التنفيذي صرحوا بهذا في أكثر من مناسبة. ولكن يوم الانقلاب، وهذا للتاريخ وهذا موجود الفيديو على صفحتي، قلت راهو باش يبدا قيس سعيد بالبرلمان ولن ينتهي بالبرلمان، ولكن البرلمان هي بدايه انهيار يعني من السلطات الكل، وبانهيار المنظومه في تونس. وشئنا ام ابينا الاتحاد الشغل هو جزء من السلطه وجزء ايضا من المنظومه، هو على الاوراق هو منظومه او جمعيه، ولكن على ارض الواقع هو حزب سياسي، وأكثر من حزب سياسي، هو يمارس السلطة دون انتخابات منذ 2011 إلى 2021 تقريبا. كان موجود في جميع الحكومات، كان ممثل في جميع مواقع القرار، كان له نصيب من الوزراء، كان له نصيب. واليوم هل يأخذ نصيبه من السجون؟ اليوم هني جاي، اليوم قيس سعيد هو في المعركة القبل الأخيرة مع أعمدة الدولة التونسية. الاتحاد الشغل هو قبل الأخير سيكون صراعه مع القوى الصلبة في الدولة، وستكون المعركة الأخيرة بالنسبة لقيس سعيد مع السلطة العسكرية وممثلينا. وقد من المعركة هذه مسألة وقت، والكل وأي واحد يظن أنه قيس سعيد مش جايه فهو تقريبا باش ما نقولش غبي، ما يقراش الواقع. اتحاد الشغل منذ 25 جويلية
اعلن قيس سعيد اعلن عليهم الحرب لحظه اغلاق البرلمان بدبابه، ولكن كانت مساله وقت، هو كان قرار نعم. الهدم جاهز. لا ننسى ايضا انه موقع ميدل ايست اي في التسريبات الشهيره نتاعه اكيد تتذكرها نعم. ما بين الوثائق التي تم تسريبها على ما سيتم بعد الانقلاب وتفعيل الاجراءات 89 انه ستتم يعني حل اتحاد شغل واقامات جبريه، تذكروا الوثائق هذه؟ نعم. فعلا تمت هذه، وفي الوثائق ايضا تم تسريب بعض القيادات العسكريه، لهذا اقول واصر على هذه الكلمه، معركه اتحاد شغل وقيس سعيد بدات يوم 25 جويليه، قرار الهدم كان موجود داخل درج قيس سعيد ولكن كان ينتظر التايمينج، لان السياسه هي تايمينج. وصلت الفكره نعم. في التوقيت انطلقت اليوم والحرب انطلقت، واعتقد انه باش تكون يعني فعلا هي يعني تكسير عظام، ولو انه مبدئيا قيس سعيد غالبهم باشواط الى حتى هذه الدرجه. سيد احمد.